بيان عاجل من وزير التربية والتعليم لطلاب الشهادة الإعدادية بخصوص امتحان الإنجليزي الترم الثاني 2021. أتمنى في البداية إن أنت تدوس لايك، ولو ما كنتش مشترك تشترك معايا في القناة وتفعل الجرس على كلمة قول أو كلمة كل عشان يوصلك كل الأخبار التعليمية والخدمية والمراجعات وكل الحاجات اللي بقدمها. كنت نزلت لكم باراجراف إيجابي يصلح لكل الموضوعات، كمان كنت منزلت لكم المواصفات النهائية لامتحان اللغة الإنجليزية، ومنزل لكم شوية حاجات كويسة بخصوص اللغة الإنجليزية أو كمان بخصوص كل الأخبار التعليمية اللي موجودة على الساحة في الفترة الأخيرة. طبعا النهاردة إن شاء الله هيكون في حاجة كويسة بالنسبة للغة الإنجليزية، هنتابعها مع بعض دلوقتي وهنشوف المنشور اللي نزل وزير التربية والتعليم. أتمنى إن أنتوا تتابعوا اللي هنشوفه دلوقتي. وزارة التربية والتعليم المصري لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي تابعوا البث المباشر لمراجعة مادة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء اللي هو النهاردة، طبعا أنا بنقول لكم الأخبار لحظة بلحظة خطوة بخطوة، يعني الأربعاء الموافق 26 مايو الساعة 7 مساء. طيب، وانت بتسمع البث يمكنك كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث، يعني وانت بتسمع البث المباشر لقناة طبعا على حصص مصر المرحلة الإعدادية، طبعا الهاشتاج بتاعها حصص مصر المرحلة الإعدادية، اللي عنده سؤال أي سؤال والبث شغال من حقك ان انت تسأل تكتب الأسئلة دي وهم هيرد عليك في التوقيت بتاعها ان شاء الله. طيب طبعا انتوا عارفين ان وزارة التربية والتعليم منها المستشارين والمشرفين اللي هم بيتم وضع الامتحانات، يعني المستشارين طبعا مستشار كل محافظة، يعني مستشار محافظة اسيوط، مستشار محافظة سوهاج، المنيا، اسكندرية، الجيزة، هو اللي بيحط امتحان اللغة الانجليزية، فبالتالي المراجعة دي هتبقى من المراجعات المهمة. اتمنى ان انتوا تتابعوها، وانا برضه هحاول الخص لكم كل اللي جاء فيها ان شاء الله.